ودوخوه مش عايزين. خلي بالك الاحتراف ما بيمنعش الانتماء ابدا. ايوه لا الاحتراف ما انت في لعيبه في اوروبا بدات ونهت في انديتها طبعا. في ايطاليا وفي ريال مدريد وبرشلونه. رونالدو دلوقتي رايح يوفنتوس. طبعا يعني لا ده انا بكلمك انا عايزك تكلمني في حته عبد الله السعيد وتاثيرها يا كابتن. بص انا اقول لك حاجه, موضوع عبد الله السعيد انا في رايي يعني كانت ضربه للكره المصريه, ضربه كبيره جدا جدا للكره المصريه. سيبك بقى من النادي الاهلي هو اللي استفيد بيه ولا نادي الزمالك هو اللي استفيد بيه, لكن هي أنا انت النهارده في لعيب نجم في فرقته ويعني نجوميه طبعا طريه طبعا وشعبيه وفلوس وكل حاجه, وفجاه ساب ده كله وراح. طبعا المبلغ اللي اتحط لعبد الله السعيد يعني يهبل يجامل حد يعمل خلل, يعمل خلل نفسي طبعا تركيز طبعا. معانا واحد من المواهب الصاعده وابوه كان ملك النص ونجم مصر كلها, سيف فاروق جعفر. يا كابتن سيف اهلا بحضرتك. كابتن ازي حضرتك يا كابتن؟ والله يا سيف يعني بص كان من كام سنه كده